عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. نتواجد الآن في ساحة الحرية في قلب مدينة تعز، هذه الساحة التي يتوافد إليها الناس من مختلف المناطق والأحياء من أجل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، هذا العيد الثاني الذي يأتي ولا زالت الميليشيات الانقلابية تشن حربها الهوجاء على هذه المدينة. أجواء فرائحية يحاول الناس أن يعيشوها ابتهاجا بقدوم هذا العيد المبارك، بينما تستمر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تأمين مداخل هذه المدينة وتأمين جبهات القتال ومنع والتصدي لمحاولات الميليشيات الانقلابية التسلل نحو هذه المدينة من أجل تعكير صفو وفرحة هذه المدينة التي يعيشها الناس في أول أيام عيد الأضحى المبارك. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.